اهلا وسهلا بكم جمهورنا الكريم، جمهورنا الغالي، وين ما كنتوا داخل وخارج الوطن. اهلا وسهلا بكم في برنامج ميدتكم مع راشد. هذه المائده العائليه البسيطه الراقيه لكل نهار ندخلوا بها لبيوتكم عبر قناه الزهره. للنهار اليوم رايحين نشوفوا وصفه مبتكره، وصفه يعني اللي راح نحط فيها لمستي انا الخاصه. للنهار اليوم رايحين نستعملوا العجائن بصلصه البيستو الحمراء. احنا نقولوا بيستو يعني مباشره نتفكروا الحبق، نتفكروا لي بينيون، نتفكروا التوب. لكن النهار اليوم راح انا نستعمل هذه الصلصه، انا خديتها من السوق يعني كانت حمراء سامبو اللي خديته، تاع لاصوص اللي كان احمر. احنا متعودين ناخذه خضر، لكن الان في السوق راهي موجوده الحمراء وراهي موجوده الخضراء، يعني لاصوص بيستو. لاصوص بيستو هي هذه كما راكم تشوفوا معايا، رائحة تاعها أكثر من طيبة، يعني ناخذوها من السوق عادي. هذه راح نوظفوها في آخر المطاف اللي رايحين نحطوها. راح نشوفوا معايا لائحة المقادير. قبل ما تشوفوا راح نحطوا العجائن تاعنا برك يبداو يطيبوا. أنا هنا راح نحط فيهم كمية تاع زيت الزيتون. أنا من الناس اللي نفضل نستعمل زيت الزيتون في العجائن تاعي، وهذا الشيء أيضا راح يبقى لكم كل الاختيار. الماء تاعنا وصل لدرجة الغليان بما أني حضرته من قبل باش نربح شوية الوقت في الحصة تاعي. رشه تاع الملح باش لي بات تاعنا يطيبوا فريمون بنان. هنا بما انه استعملنا البيستو اللي راح نستعملوه، والبيستو لانغريديون تاعو يعني برينسيبال هو الحبق. هنا عندي الحبق سيشي، راح نحط كميه في الماء هكذا باش حتى العجائن تاعي رايحين يكونوا معطرين هكذاك بالبيستو. رايحين نبداو على بركه الله. هنا انا حطيت لتر كامل من الماء. مع هذا اللتر تاع الماء واش راح نحط؟ راح نحط هذه الكميه تاعي تاع العجائن اللي هي 500 غرام. هنا لا دجون ماغيز ولا سباتول، نفتحوا العجائن تاعنا جيدا هكذا. بدات الريحه تعطي فيهم بما انه استعملنا الحبق. نخليو العجائن تاعنا يطيبوا. الان رايحين تشوفوا معايا كيفاش راح نحضروا هذا الباقي تاع الوصفه. هي واش نحتاجوا كمقادير؟ نحتاجوا علبه كامله تاع صلصه البيستو. هنا لهذه الطريقه لازم تستعملوا البيستو الاحمر، يعني ما نستعملوش لو بو هذاك الخضر، نستعملوا الاحمر اللي يكون منكه بنكهه الطماطم. راح نحتاجوا بصله كامله اللي كنت رابيتها، راح نحتاج حبه تاع الفلفل الاحمر اللي كنت قطعتها كمكعبات، راح نحتاج كميه من الزبده، رايحين نحتاجوا ايضا كميه راح نضيف عليها اضافه تاع زيت الزيتون. ورايحين نحتاجوا بالطبع بلا ما ننساو هذا الحبق تاعنا اللي رايحين اللي عندي انا كنت حضرته من قبل، خديته ايضا من السوق سيشي، ولا نقدروا حتى نشفوه في يعني في البيت. في بعض المرات يكون الحبق كيكون عندنا هذاك الحبق تاع 7 سنين نقدروا نحتفظوا به مده طويله في البيت. في بعض المرات نجيبوه سي دي بلونت افيمير يعني ما يطولش ويروح. واش نديروا؟ ناخذوا هذوك لي تيج كامل نحطوهم في مكان، نحطوه يعني في سنيوه، نحطوا الورق يعني كميه من هذا الورق المصاص نحطوه، ونحطوا هذوك لي تيج تاعنا نخلوهم دون زان اندروا وين ما تكونش بزاف فيه الاضاءه، باش هذيك الاضاءه الا كانت بزاف الا حطيناها في الشمس راح تدي له كامل هذيك الريحه تاعو الطيبه. يعني نحتفظوا به دون زان اندروا، يعني تحت ان بلاكار، تحت ان بوفيه، يعني في اي مكان عندك في البيت تحتفظي به وين ما تكونش بزاف عندك فيها الضوء. راح ينشف هذيك الورقه، تشوفوها بانه نشفت تماما. بعد هذا واش راح ندير؟ راح نكسره بيدي، راح نحطته، راح نديره في علبه. هذه العلبه انا نفضل ما تكونش بلاستيكيه بما انه البلاستيك راح يعطينا واحد الرائحه راح بنت فيه رائحه مش تكونش طيبه. انا نفضل نستعملوا علبه تاع الزجاج ونحتفظوا به هكذا، يعني نقدروا نوظفوه طيله السنه. حتى باش نحتفظوا به انا راح نزيد نعطيكم الفكره انه ما نقدروش نحتفظوا به في مكان يعني يكون كيفاش نقول لكم، مكان تكون فيه الاضاءه، يعني توجور دون زان بلاكار هكذا باش نحتفظوا به وتكون لا بواط توجور بيان فيرمي. هكذا نتحصلوا عليه نحضروه. في بعض المرات نستعملوه في العجائن، نستعملوه في لاصوص بولونيز، نستعملوه في البيتزا، يعني نحتاجوه في الحياه اليوميه تاعنا. العجائن تاعنا راهم يطيبوا، رايحين نبداو مباشرة نحضروا مع بعض هاد
لا بوتيت صوص اللي انا جي اكومباني بها. في بعض المرات نقولوا كي نستعملوا البيستو نقدروا نستعملوا ايضا لا صوص دو بيستو ديريكتومون، هي المعروفه يعني المعروفه بزاف هي نستعملوها في تاغلياتيل، لكن انا راح نوظفها في وصفه اخرى وزدت معها كميه تاع البصل بما انه عندي الثوم الكافي في الصلصه تاعي. هنا حطيت كميه تاع البصل، راح نزيد كميه تاع زيت الزيتون. هنا كبهارات انا ما راح نحط والو بما انه لاصوص تاعي راهي فيها الملح راهي فيها الي ديجا ايبيسي، يعني ما راح نستعمل ولا شيء. انا جو غارد لو غو اي لا سافور تاع لاصوص تاعنا تاع البيستو. هنا واش راح نزيد ندير؟ راح نزيد نحط هذه الكميه تاع البصل، معاها نحط مباشره هذه الكميه تاع الفلفل، وراح نستعمل ملعقه تاع الزبده. هنا العجين تاعنا راه مخلص قريب يطيبوا، رايحين نحطوا هاد لابتيت صوص تاعنا طيب. كيما شرحت لكم هنا ما حطيت والو، حطيت زيت الزيتون، حطيت كميه تاع الزبده، وحطيت هذاك البصل، وحطيت هذاك الفلفل تاعي اللي كنت قطعته كمكعبات صغيره. انا نكتفي بهادو بكل صراحه. هنا ما حطيتش الملح بما انه كنت حطيت شويه في العجائن تاعي تاع الملح. هنا واش راح نزيد نستعمل؟ راح نزيد نستعمل انا فيه كميه من الجبن. هذا الجبن انا وين راح نحطه؟ راح نزيد نحطه مع هاد صلصه البيستو، يعني راح نزيد نعطي له قيمه غذائيه احسن ونعطي فيه انغو بلس. انا فضلت نستعمل هذا النوعيه من الجبن. هكذا راح نزيدها مباشره في هذا الصوص تاعي. هنا راح نستعمل 8 بورسيون بور هاد لا كونتيتي بور ان بو، نستعمل 8 بورسيون. هذه باش نكون صريح معكم انها وصفه مبتكره، هي فكرتي انا الخاصه اللي جربتها وعطتني نتيجه رائعه. هكذا يعني ما نديروش فيها غير البيستو، اون فا سونتيها نوتر غو، نحسوا بانه لا غوسيت لي فريش، نحسوا بانها جديده. كي نديروا فيها هكذا علبه تاع صلصه تكون واجده نعرفوا بانه كانه خدينا اي طبق من السوق هكذاك وسخناه في البيت. لكن كي نمدوا فيه الروح ويعني راح نطيبوا فيه اشياء ونقليوا فيه اشياء حتى هذيك البنه والبركه تكون عندنا في البيت. هكذا بلا ما ننساو مره على مره نحركوا برك هاد التقليه تاعنا ونكملوا هاد الكميه تاعنا تاع الجبن. هكذا انا يعني نقول انه راني حطيت 8 بورسيون دو فرماج. رائحه راهي اكثر من طيبه. هنا شوفوا العجائن تاعنا راهم بداو يطيبوا ما شاء الله، وراهي فيهم الريحه تاع الحبق. هنا الان واش راح ندير؟ انا راح نبدا نفتح هاد الكميه تاعي تاع الجبن هكذا على دجون فورشيت، لكن هاد الفكره تبقى للبيستو الاحمر ما تبقاش للبيستو يعني اللي نستعملوه الاخضر. لو فيغ ما نقدروا نزيدوا معاه ولا شيء. حنا بلا ما ننساو مره على مره نحركوا برك هاد الخليط تاعنا، يعني هكذا البيستو تاعنا الاحمر ولا فيه البصل ولا فيه الثوم. البيستو على بالنا بانه نستعمله غير بالثوم. بالمناسبه نزيد نعطيكم حتى الوصفه تاع البيستو اللي نحضروها، لو بيستو فيغ. يعني لو بيستو فيغ واش رايحين نديرو؟ راح نستعملوا كميه معتبره تاع البازيليك، كميه معتبره، نشلوه جيدا، نشفوه جيدا. نقدروا نستعملوا المهرز على الطريقه التقليديه، ولا نقدروا نوظفوا ايضا ان بوتي روبو، يعني ان بوتي ميكسور اللي نستعملوا فيه. نحطوا هذيك الكميه كامله تاع الحبق، ونزيدوا عليها يعني اون بون بواني تاع لي بينيون
هذه مهمة جدا لبينيون، يعني اون بون بواني تاع لبينيون. راح نستعمل حوالي نصف كأس تاع زيت الزيتون، وراح نستعملوا راس تاع الثوم. هادو كامل نقدروا نديرهم بالطريقة التقليدية، يعني ندرسوهم مباشرة في المهرس، ونقدروا أيضا نستعملوا ان بوتي ميكسور ونديروا فيه هذا الشيء كامل ونرحيوه. هنا نقدروا نحتفظوا به. كيفاش راح نحتفظوا به؟ كي تكون هكذا فخاش، واش نقدروا نديروا باش نحتفظوا به مدة طويلة؟ نقدروا نديروه دون اون بواط، لا بواط تاعنا تكون توجور تاع الزجاج، وراح نغطيه مباشره بزيت الزيتون، نحتفظ به وقت طويل شويه في الثلاجه. الا حبينا نحتفظوا به كيما درناه، نديروه دون دي بوتيت بواط توجور، ونحتفظوا به في الثلاجه، يعني في الكونجيلاتور هنا في المجمد. هكذا يقدر يبقى لنا سنه كامله يكون عندنا هذيك لا كونتيتي تاع البازيليك. كيكونوا عندنا يعني في بعض المرات ما عندناش الوقت، ناخذوا اون بواط من الكونجيلاتور ولا من الفريجيدير، نغليو شويه تاع العجائن تاعنا، ونزيدوا معاهم صوص دو بيستو هذه الخضراء. هي طريقه اكثر من سهله، نقدروا نحضروها في البيت. الا ما كانش متوفر عندنا لي بينيون، نقدروا نعوضوهم بكميه تاع اللوز، نقدروا نعوضوهم بكميه تاع الكاوكاو، نقدروا ايضا ما نديروش، لكن هو الاصل تاعهم انو نستعملوا لي بينيون دو بان. هذه مهمه جدا. هنا لافاس تاعنا راهي ريحه تاعها ما شاء الله. هنا نكملوا برك نفتحوا هاد لو فروماج مع لاصوص، يعني اون ميم ايبيسي ان تي بو، ولات ثقيله لاصوص تاعنا. هكذا الان واش راح ندير هنا؟ راح ناخذ اول شيء لاصوص تاعي، راح نحط العجائن تاعنا. هنا حطينا الكميه كامله كما شرحت لكم، وهذه النقطه مهمه. بور 500 غرام دو بات سي 1 لتر دو، هكذا يعني باش ما نصفيوش ويبقاو هذوك النشويات، لانه النشويات هي مهمه جدا في العجائن. باش نكون صريح معكم، مباشره راح نحط لاصوص تاعي بيستو افيك فروماج اللي حضرتها. طريقة يعني سهلة وبسيطة، ورايحة تكون مختلفة بزاف، أنا متأكد أنه رايحة تعجبكم. كده نفا بيان ميلونجي. هنا كما قلت لكم أنه راح تكون فيها البصل والثوم، وكي نحكيو على البيستو، هو البيستو معروف غير بالثوم، لكن صدقوني أنه الرائحة راهي أكثر من طيبة هنا عندي، وخاصة يعني المذاق بعد ما زنالو هذاك الجبن راح نحبوه الكبار والصغار. راح نرجعها على النار مدة حوالي 5 دقائق، بعد هذا نطفي عليها ونزيد نحط عليها رشة من الفوق تاع الحبق تاعنا المجفف. نعود نتلاقاو مع ماريا ونشوفوا الوصفة الثانية. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام، رجعنا مع وصول ماريا. مرحبا بك ماريا. الله يسلمك. كيفاش راكي اليوم؟ صافا صافا الحمد لله. الحمد لله يا ربي. ماريا النهار اليوم اني نشوف يعني اني نشوف اشياء لي كونتيتي بصح ما عرفتش شنو. فوالا خليتها سيربريز. خليتيها مفاجاه. فوالا واش راح تحضري لنا النهار اليوم؟ اليوم ان شاء الله يا ربي راني رايحه ندير حلوى جزائريه عاصميه تقليديه تاع جداتنا اللي كانوا خلاو هنا افون. الوصفه تاع اليوم راح تكون الفانيد. انا من الناس اللي نحب الفانيد. تبقى وصفه يعني راقيه. سي لي ماكارون الجيريان، يعني من ثقافتنا ومن تقاليدنا، ويعني نقدر نقول انها كانت قادره توصل للعالميه بكل صراحه. سيغري الوصفه ما شاء الله مام الذوق تاعها. كي نجيو نشوفوا بين لي ماكارون بينها هي تقريبا نفس الشيء، ما كاينش ديفيرونس كبيره بيناتهم. وانا نبقى من الناس اللي نفضل الفانيد على لي ماكارون. لي ماكارون يا كوميم لو فوغا يا كوميم دي بارفان، لكن هذا عندنا غير ديك الريحه تاع اللوز، الريحه هذيك التقليديه ويجي فريمون ايغي. انا من الناس اللي نحب الفانيل بكل صراحه. وبما انه من البساطه تاعو تكون الاناقه تاعو، بما انه من الحلويات اللي ما تكونش فيه ان كلاساج، ما يكونش فيه ما تكون سكار، ما يكون والو، يعني بسيط جدا. يعني ديروا في الفوق يطيب، نحيه وحطوا لضيافك ولا حطوا في الكازون. اللي يحب يسوفودغي برك شويه، لا هذيك تبقى لمسه باش نمدوا، يعني هذيك اللمسه الراقيه. نشوفوا لائحه المقادير سيدتي.
الفضيلة. وي بيان سيغ، عندنا عبر تاع اللوز لازم يكون مرحي اون بودخ، وهنايا نهضروا لهم على اللوز تاعنا وبيان. بالطبع لازم نشرحوا كلش للمشاهدين، هذه مهمة اللوز جدا. اللوز اللي يكونوا رحاوه في الدار لازم لمدة 10 أيام يحطوه سيغ ان بابي، وهذاك البابي كل يوم يتبدل باش يشرب المادة الدسمة اللي في اللوز تاعنا. هذا اللوز ولا بعد ما نرحيوه؟ لا لا كي نرحيوه خلاص رحينا، يعني اون بارل دو لا فارين، الفارينه تاع اللوز، الفارينه تاع اللوز لا بودغ دامون. فوالا بعد ما نرحيوها نستعملوا غير الورق المصاص. الورق المصاص برك سا سيفي. نعم ونحطوا عليه وبيان هذاك لو بابي اللي كنا نحطوه في ليطاب تاع العراس افون، لو بابي كلاسي هذاك. فوالا هذاك يحطوه، ولازم كل يوم يتبدل لو بابي هذاك، وكي رايحين ينحيوه رايحين يصيبوا الكميه تاع الزيت كبيره في البابي. بالطبع بالطبع هو غني جدا بالزيت الزيوت تاعو. فوالا وبيان اذا يشريوا اللي راهو دوكا متوفر في الاسواق مرحي اون بودغ ديريكتومون، هذاك يستعملوه مباشره. بصوف نوصيهم حاجه واحده، يعاودوا يجوزوه في يسيروه. فوالا يعاودوا يسيروه باش ينحيوا هذاك الخشين، لازم فريمون يكون اون بودغ كوم اون فارين. كوم اون فارين فوالا، فارين داموند. فوالا باش نحضروا في البيت يعني 10 ايام وحنا نعاودوا 10 ايام وحنا نعاودوا نبدلوا لو بابي هذاك. شغل اكثر منه بصح معليش. وي ما يسهل. فوالا واش راح نحتاجوا انت نعاودوا باش نمدوا لائحه الماء كبيره؟ نحتاجوا قلنا كيلا تاع اللوز. تاع اللوز فوالا، كيلا ونص تاع سكر غلاس. نعم هنا. يعني 150% فوالا. الخليط تاعنا لي دو بين الكيله تاع اللوز مع الكيله تاع سكر غلاس، كيله ونص تاع سكر غلاس، كي ناخذوا 1 كيلو نديروا فيه 1 كويير تاع مايزينا. لكل كيلو نستعملوا بين الخليط، بين الخليط. اي نعم. يكون عندنا خليط، كل كيلو تاع خليط يحتاج ملعقه تاع المايزينا. هنا كي يكون عندنا بين كيلو تاع اللوز وكيلو ورطل تاع سكر غلاس، يعني راح نستعملوا راح يولوا عندنا 2 كيلو ورطل، هنا راح نستعملوا 2 ملاعق ونص تاع المايزينا. فوالا فوالا. نعم. عندنا ثاني يستحقوا بياض البيض اللي رانا رايحين نلموا به الخليط تاعنا. بياض البيض انا نقول لهم في 1 كيلو تاع هذاك الخليط يستحقوا بين 4 حتى 4 ونص تاع بياض بيض. فوالا تاع 4 حبات. كيلو تاع الخليط. كيلو تاع الخليط. فوالا. يعني رايحين يحطوا، انا نظن في بعض المرات كاين البيضه تاع 52 غرام تاع 60. فوالا. سي ما نقدروش نعرفوا اكزاكت بين 4 و 4 ونص. المهم انه ينطم غير بالبياض البيض. ينطم غير بالبياض تاع البيض. اوناج ولا نديروه مباشرة؟ لا لا نديروه مباشرة. الخليط تاعنا نديروه في البيتخان. نعم. هنا انا ننصحهم باش لازم يكون كاين البيتخان، نديروه لمده 10 دقائق وهو يدور في لو بيتخان باش يتعجن مليح باش يولي يتعلق. كي نخدموا لافات تاعنا يعني تكون مانيا، يعني لو بيتخان نستعملوا لو كاراني نشوف راح يدلكوا جيدا. فوالا. يعني وكيما نقدروا نرجعوا للوصفات القديمه تاع يماك وجداتك، فوالا كانوا بيديهم كانوا يدلكوه ايضا. فوالا. بلي بوم دو بي بلي بوم باردون بلي بوم دو ما. فوالا فوالا. الوغ الا ما عندهمش لو بيتخان عليهم وعلى يديهم باش يخدموه تخي تخي بيان. في بعض المرات البيتخان نقولوا بانه ماهوش متوفر عند في البيوت كامل تاع الناس، وفي بعض المرات نتشهاو الفانيد ونقولوا اللي ما عندناش بيتخان يعني راح نتحرموا منه. فوالا. لكن قولوا له بما انه حتى اللوز الان راهم الاسعار يعني راهي مليحه في السوق تاع اللوز باش ما نكذبوش، يعني اون بو سو فير بليزير. سي فري سي فري. نبداو على بركه الله. على بركه الله. جوست حاجه واحده، كي نكونوا نخلطوا فيه في البيتخان قلت لازم يقعد 10 دقائق وهو يتخلط. مهمه. اه فوالا. كي نحيوه اذا نشوفوا العجينه تاعنا تاع اللوز هذيك راهي ناشفه، نخليو دو كوتي شويه بياض تاع البيض باش نزيدوا لها احنا بيدنا. هذا ما كان. يعني كي تكون تدلكوا تزيدوا شويه تاع البيض. دائما يخليو اون سي جامي يكون هذا هو البيض اللي عندهم في الدار. انه المشاهدين راح ياخذوهم بعين الاعتبار باش ينجحوا فيه ان شاء الله في اول تجربه. ان شاء الله يا رب. عطينا كامل الاسرار تاعو باش ينجحوا فيه. فوالا ان شاء الله. على بركه الله سيدتي. على بركه الله. شكرا بارك الله فيك. العفو. هنا نديروا العبر تاعنا تاع اللوز. بيبيتيز. معليش صافي بارتي. اليوم انا جي رومبلاسي مون فيس. فوالا. هكذا. هكذا. انا نظن اني راح نبسط لك فوالا. الامر هايلي. شكرا. العفو. هنا نديرو لو سكر غلاس ديالنا. هنا انا بالنسبه للوز والخليط تاعي راني معبره باش يكون سوا سوا 1 كيلو في الخليط. نعم. باش ما نغلطش في لا مايزينا والبيض اللي راني محتاجاته. فوالا
هكذا حطينا الكميه كامله ونحطوا ايضا هذيك الكميه تاع المايزينا. تاع المايزينا ملعقه كبيره تاع مايزينا. نعم. من فضلك ملعقه. بالطبع تفضلي. يزيد فضلك. فوالا حنا عطينا لهم كامل النصائح يعني على حسب الكميه، اللي يوظف كميه قليله اللي يدير كميه كبيره. عطينا شحال نحتاجوا كيفاش حتى المايزينا رايحه. 1 كيلو فوالا واش نحتاجوا. من فضلك شيخ جوست ان بابي. بالطبع نمسح لو بلون. تفضلي سيدتي. يزيد فضلك. نعم. الان واش رايحين نديروا؟ دركا اون فا كلاريفي البيض تاعنا. اون فا سيباري. نخلطوا قبل هذا الخليط هكذايا باش يتجانس، يكون متجانس. نوصيهم ثاني حاجه واحده اخرى، كي يكون اللوز تاعهم داروه في الدار، كي يديروا هذه المرحله هذه لازم يعاودوا يصيروهم اونسومبل. اون سي جامي يكون اللوز تاعهم قعد لاصق في بعضه بعض، ماشي كيما اللي يكون في الاسواق. في الاسواق يستعملوه. اي راهم سيغ، مي بصح اللي يكون وساوه في الدار نفضل يعاودوا يجوزوه باش الحبيبات كامل اللي يتفتحوا. فوالا سي سا. اون فا كلاريفي. فوالا. لي زو تاعنا نديروهم حبه بحبه انا نفضل. ايه وكيفاش تكون يعني البيض تاعنا يكون بدرجه حراره الغرفه؟ عادي. عادي عادي. ولا نجبدوه من الثلاجه احسن؟ لا لا، بدرجه حراره الغرفه. نعم. بسم الله. نبداو دوكا نحطوا البيض تاعنا. فوالا. نحطوا ونشوفوا الخليط تاعنا كيفاش ريحه اللوز راح يكون. وي. سي سا لا بارتيكولاريتي تاع الفانيل، انه راح يكون فيه غير ريحه اللوز. وي. ما فيه ولا ان نوتخو والو، ني ريحه المزهر، ني ريحه السمن، ني ريحه الزبده، ني ريحه القرفه، ني ريحه القارص، والو. انا كو لودور هذيك تاع اللوز. اللوز. وهكذا كي نديروا البيض تاعنا نخليوه لمده 10 دقائق. هكذا نبداو نزيدو في السرعة. وي. نزيدي هذيك ولا نكتفيو بهذ الكمية واش رايك؟ نزيد شوية برك. نزيدي شوية. إيه. باسكو أو ديبي يكون يتلاصق. ومن بعد كي نخليوها هذيك العشر دقائق راح ينشف. راح ينشف يشرب هذاك البيض تاعو. يشربوا. انا نزيد شويه ونخلي شويه الابخي كيما قلنا اون سي جامي ينشف لنا. خابية. فوالا. تفضلي. شكرا. احنا نشرحوا برك للمشاهدين واش راح نديروا بما انه عندنا ضيق الوقت. فوالا. واش نقول لهم؟ نقول لهم شحال نخليوها هكذا سيدتي الفاضلة؟ مدة 10 دقائق. 10 دقائق يعني بعد ما يوصل هكذا خلاص عجينه. وي. هكذا هنا نبداو نحسبوا له 10 مينوت. 10 مينوت فوالا. ومن بعد لي 10 مينوت هذوك نحيوه ونشكلوه مباشرة. إيه؟ وبعد ما نشكلوه مباشرة يدخل للفرن، ما لازمش يدير لاكخوت هذيك، ما لازمش ينشف بعد التشكيل تاعو. فوالا انا هذه هي الحاجة اللي نوصيهم. السر في النجاح تاعو. النجاح تاعو لازم كي نفاصونيوه كي نشكلوه الحبة تاعنا ما ديرش لاكخوت من الفوق. لازم شكلناه نخدموا عندنا 10 حبات 12 حبه نخدموهم نديوهم الفرن مباشره. يعني نعاودوا يطيب يعاود يرجع الواحد يزيد يكمل لاكونتيتي. يكمل لاكونتيتي ما نقدروش هنا نخليوه قلنا 10 دقائق نخليو العجينه تاعنا راح تنطم جيدا. بعد ما تنطم العجينه تاعنا واش راحين نديروا؟ راح نعاودوا نتلاقاو باش نوريو لهم كومون اون فاسوني الحبه تاعنا. يعني بعد ما العجينه تاعنا تماسك الا شفناها انها ما تماسكتش ولا نحسوها مخصوصه شويه تاع البيض كما قالت السيده نعاودوا ندلكوها ونديروا يدنا غير في لو بلون دوف هذاك ونعاودوا حتى تكون عندنا اون بات بريت ا ترافاي. فوالا نعاودوا نتلاقاو ونكملوا الوصفه تاعنا مع بعض. العجينه تاعنا راهي واجده. وي. بعد ما خليناها 10 دقائق في لو بيتران نحيناها تماما والان راهي تدلك فيها السيده. نشوفوها اليمانيا بالعجينه تاعنا نقدروا نستعملوها كي يكونوا يواسيو فيها باش يعرفوها العجينه اسكو هي جاهزه ولا لا. لا. ايه؟ كي يديروا اون بول ما لازمش تتشقق، لازم تخرج ليس.
فوالا هاي ليك نوريها لهم. وي العجينه تاعنا هكذا. هكذا نقولوا انه العجينه تاعنا راهي واجده. راهي واجده يقدروا يستعملوها سي بون. نبداو على بركه الله. على بركه الله. انا هنا نقول لهم اذا يحبوا يوزنوا باش يوزنوها باش تجيهم كامل على حبه. للمبتدئين والمبتدئات هذه النقطة مهمة. شحال يوزنوا؟ عندنا يوزنوها 50 غرام. إلا وزنوها 50 غرام لو بودان تاعنا اللي راح نديروه دوكا لازم يكون فيه 28 سنتيمتر. فوالا هذه النقط كامل مهمه. اذا يوزنوها 55 غرام لو بودان تاعنا لازم يكون فيه 30 سنتيمتر. نبداو على بركه الله. على بركه الله. هكذا نوريو للمشاهدين بما انه عندنا ضيق الوقت شويه في البرنامج، لكن هذه النقطه مهمه جدا بما انه ان غاتو فريمون امبورتون. وي وكاينين بزاف اللي يخافوا منه، مي بصح انا نقول لهم لو كان يتبعوا دوكا النقاط اللي عطيتهم كامل ما همش رايحين يغلطوا فيه وينجحوا فيه باذن الله. هذا باش يشوفوا المشاهدين. هاي لك يحلوا بلابام تاع اليد تاعهم. يفو با لي دوا تاعهم يكونوا فوالا باش ما يجيوش لي تخاس في لو بودان تاعنا. يحاولوا باش يديروه كامل كيف كيف. ميم المبتدئات نقول لهم حاجه سهله. كيما كنا صغار كنا نلعبوا بالعجينه كيما كيف كيف. نفس الشيء. فوالا. دوكا هكذا. هاي لك. يعني هكذا نركزوا بزاف على هذا لو ديتاي باش يشوفوا المشاهدين. ومن بعد يعاودوا يوقفوا الحبه وكما نقولوا حنا نسوديوها دو كوتي نلصقوها مليح. هاي لي برك سيدتي الفضيله هكذا الا ممكن برك توري لهم كيفاش نسوديو الحبه. فوالا هكذا يعني هاي لك. فوالا وهي لك الحبه تاعنا تاع الفانيت. دوكا هكذا باش نطيبوها رايحين نستعملوا نيوا نديرو فيها لي كيسات وفي قلب لي كيسات لازمنا ان بو فارين. نعم فوالا باش ما يلصقش باسكو راهو فيه كميه تاع سكر غلاس كبيره الوغ كي يدخل لفوق قادر يلصق لنا. دوكا نديرو فيها لا فارين نرشينا كميه من الطحين. انا اومي طون زيد نوري لهم حبه واحده اخرى مالغري كو ضيق الوقت على بالي مي لا كويسون تاعو لازم تكون ان فور فونتيلي فرن هوائي. وي هوائي ما يقدروش يديروها في ان فور نورمال. نعم. المده تاع الطهي تاعو انا نقول لهم كي تبداو تشوفوه بدا يولي دوغي ويتشقق من الفوق خلاص خلصت المده تاع الطهي. يديروه على درجه 150 160 درجه ماكسيموم على حساب الفوق تاعهم اذا سخون اذا بارد اذا اللمسه النهائيه تاع الديكور نحطوها الان ولا بعد ما يطيب؟ نقدروا نوريو لهم دوكا كيفاش راح تكون. بيان سور فوالا عندنا هاد لي تشيج هادوما اللي متوفرين في السوق يحكموا ان تشيج كيما هادي في لا بارتي اللي غلقنا فيها الحبه تاعنا تما يديروها. وي وانا نقول لهم نفضل مباشره كي تخرج من الفرن يديروها باسكو الفانيد تاعنا لا كروت هذيك البرانيه تيبس هو من الداخل يقعد مويلو فوالا فوندون مي بصح من برا هذيك لا كروت تتواسى الوغ انا نفضل يديروها مباشره فوالا بعد ما يخرج من الفرن هنا. وي نحطوها مباشره كما راهم يشوفوا المشاهدين. حاول لك على واش تحصلنا في اخر المطاف الفانيد تاعنا هنا راح نحطوها في الكيسات تاعنا فاريني. هايديك راح نزيدو نشوفو الحبه الثانيه هكذا لا فيرميتور تاعها لي امبورطونت باش الزملاء برك يبازيو عليها شويه هكذا ندو كامل اسرار النجاح تاع الفاني. هذه هي فوالا هايديك الحبه تاعي اي مغلوقه من الداخل يسقموها برك وراهي جاهزه فوالا نحطو عليها هذيك اللمسه نحطوها على هذه اللمسه حتى الطريقه كيفاش راح يطيب انا السيده صح حنا نوصيهم هذه اللمسه حتى تخرج من الفرن حتى تخرج من الفرن فوالا نعم حنا ورينا لهم برك كيفاش يعني باش تكون شكلها النهائي فوالا يعني انا بما انه حنا راح ندخلهم بالفرن انا نفضل نحيوهم شفنا مع ماريا كامل كيفاش نحضروا هذا الفانيت نعاودوا نتلاقاو بعد ما يطيب ونشوفوا واش حضرنا انا وماريا لنهار اليوم ان شاء الله يا ربي.
رجع لنا الجمهور المشاهدين تاعنا اللي راهم يشوفوا وراهم يستناو في الوصفات تاعنا كيفاش جاوا انا وماريا. ماريا الوصفه تاعك اليوم ما عندي ما نقول من الحلويات اللي انا نعشق فيها من اللي كنت صغير وهي فخر ليا ونحبها، هي حلوه للطيب مره واحده ما فيها تسكار ما فيها تعسل ما فيها طليان ما فيها انجلاساج ما فيها حتى حاجه كنت اعطيتي له ديك اللمسه الراقيه اللي كنت حطيتي عليها لو سوكر غلاس يعني بكل صراحه. انا نتمنى انه تشرحي للمشاهدين واش كانت الوصفه تاعك بما انها مهمه جدا هذه الوصفه لي انا. الوصفه تاعنا سهله بسيطه، عندهم عبر اللوز عبر السكر غلاس يخلطوهم انصامبل ياخذوا منهم 1 كيلو يزيدوا له 1 كويير تاع مايزينا ويطموه بالبيض تاع البيض فوالا. قلنا في 1 كيلو يدخلوا 4 حبات 4 حبات ونص هذه على حساب الكاليبر تاع الحبه. نعم. ابري ديريكتومون في البيتران لمده 10 دقائق فوالا لا كويسون تاعو يردوا بالهم فيها باسكو فوالا. انا نفضل يكون ان فور شالور تورنانت باش هكذا ينجحوا فوالا ينجحوا فيه 100% باسكو هو ولا لي ماكارون سي لا ميم شوز سي لا ميم شوز فوالا. يكون فور شالور تورنانت او ميم طون 170 دوغري ماكسيموم فوالا. انا نفضل نحطو 150 160 فوالا 170 اذا يكون لو فور تاعهم بارد سا ديبون باسكو كاين دي فور لي سخونين انا نفضل نحطو 150 اذا الفور بارد 170 فوالا. كامل هاد النقاط لازم ياخذوهم بعين الاعتبار وكي يديروه غير يبداو يشوفوا فيه يولي دوغي ويتشقق من الفوق سي بون ينحيوه ينحيوه فوالا. اكثر من رائع وانا بنفسي ذقته وعجبني بزاف بزاف الي ايغي نتمنى انكم تجربوه. لكن النصيحه اللي نعاود نرجع بها على الفانيد اللي كانت مدتها لنا السيده ماريا، الا كنا اللوز حنا اللي رايحين نحضروا لا فارين داموند ناخذوا النصائح تاعها اللي رايحين نشفوه مده 10 ايام بعد ما نرحيوه اون فارين بعد ما تكون عندنا لا بودغ داموند او لا فارين داموند. وي سي فري عطينا لهم المعلومات كاملة كاملة بإذن الله يجربوه ينجحوا فيه إن شاء الله. الطبق تاعي أنا كان بسيط ما كانش فانيد، كان عبارة عن عجائن بالبيستو بالبيستو الحمراء، هذه البيستو الحمراء اللي فيها الطماطم المجففة صدقوني بأنها رايحة تكون أكثر من رائعة. أعطيت لكم كامل النصائح يعني أنا أوليو أنا فضلت ما ناخذ العلبة من السوق وندير العجائن ونحطها مباشرة، أنا أعطيت له نكهة البيت وأعطيت له الرائحة الطيبة وراح تكون فيه البركة على هذه اللي كنت حضرته معكم لنهار اليوم بطريقتي الخاصه. حقيقه الريحه تشهي رايت تشهي بالطبع. لا 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 لو بيستو روج يعني انا ليا يبقى سين اكسبسيون وي يعني يعجبني بزاف بما انه ما نستغناش على الخضر لكن حتى الاحمر وليت نحبه وي سي بكل صراحه. وصفتنا انا وماريا كانت يعني نقول الوصفه تاع ماريا اليوم كانت راقيه، الوصفه تاعي كانت عاديه لكن راح تكون بزاف بنينه. ماريا بارك الله فيك اللي كنتي معايا ورافقتيني. الله يسلمك فيك بركه يعطيك الصحه شكرا ليك انت تاني عاونتني ساعدتني كنت معايا والله يعطيك الصحه. هذا شرف ليا هذا شرف ليا اللي اكتشفت اني مساعد جيد. والله يبارك الله فيك الله يسلمك يطول عمرك بارك الله فيك. سيدتي موعدي معك غدا والجمهور ايضا نقول لهم اللي فاتته اي وصفه ما عليه غير يزور مواقع التواصل الاجتماعي اللي راهي تظهر اسفل الشاشه. موعدنا غدا نفس التوقيت نفس القناه المائده راح تبقى هي وتسنى الجمهور الغالي. بارك الله فيك يعطيك الصحه.